انت اسمك ايه الاول؟ عمر. سنه كام يا عمر؟ رابعه ابتدائي. تشتغل مع بابا على الحنطور بقالك قد ايه؟ بقالك كام سنه بتنزل مع بابا؟ يا ده مش بقالي كام سنه، انا لسه راكب. انا كان بيعلمني، كنت بطلع معاه كان بيعلمني اجيب ازاي واعمل ازاي. قول لي بقى، بتقابل الزبون ازاي؟ تروح بقول له حنطور. قول لي ماشي، اقوله على الكبيره والصغيره. بيقول على الكبيره وبيقول على الصغيره. اللفه الكبيره بقد ايه بقى واللفه الصغيره بقد ايه؟ اللفه الكبيره 80. اللفة الصغيرة ب 100. هل بقى انت بتتعامل مع الزبائن المصريين ازاي ومع العرب ازاي؟ العرب بقول لهم 250. كل واحد وليه تسعير. انت عارف الخواجه 450. اشمعنى الخواجه؟ الخواجه ده هنا ما عرفتش قوي. انت بتقضي يومك ازاي؟ بتعمل ايه بقى لما ما يكونش في زباين؟ بقعد كده، وممكن باجي بدري كده والدنيا تبقى ساعة وبالليل خالص بروح على حسن ولا سيئة. انت بتبدأ شغل من الساعة كام يا عمر؟ ايه؟ بتبدأ شغل من الساعة كام؟ من العصر. من 10 الصبح؟ من العصر. العصر؟ بعد المدرسة ويحضر مجموعة والدرس وبعدين يجي. وبتخلص الساعة كام؟ بخلص بالليل الساعة 2 بالليل، 3 أو ممكن الساعة 6 صبح. طب انت ما بتروحش دروس خالص؟ لا بروح. بتظبط ازاي بقى ما بين الدروس وما بين الشغل؟ درسين، درس من اطلع من درس ادخل درس.